تمام. طيب كده تمام. بص بقى يا سيدي، الارياز بقى اشتغل في الارياز اللي هي الترم الثاني بقى. سيميلاريتي اوف ذا ارياز اوف ايه؟ اوف تو بوليجونز. مش عارف، وانت عندك كتاب الترم الثاني ولا قلنا ما عندكيش؟ صح؟ لا ما عندي، الترم الثاني مش عندك صح؟ ولا عندك؟ لا ما عندي. اه طب ثانية واحدة هبعت لك بس ايه؟ واحدة هو بكرة لو الصبح لو أخدنا الجبرك ترم تاني كده هنخلص اليونت؟ خلاص المنهج نفسه يعني؟ ايه؟ اليونت الأولى قصدك يعني؟ اه مش عارف يا ملك، لسه هشوفها يعني. يا نغم لسه هشوفها، سوري. والله اسمي نغم مو اسمي ملك. كلكم على وزن فعلة. ما مو وين الوزن في هيك يعني؟ وين نغم وملك؟ وين وين؟ معلش والله. ايه طيب، لسه صور لك بس ايه ده، هصور لك اكسرسايز برضه دلوقتي بحيث ان احنا لو خلصنا واحد نخلص الثاني على طول. طيب بص يا ستي، هبعته لك حاجه دقيقه، هبعته لك على الموبايل اللي بعت لك عليه اللينك على ده صح؟ ايه بسم الله، أول ما شفت الرسمات خفت. معلش يا ملك، نغم ثانية واحدة بس عشان المكالمة دي مهمة قوي. معلش 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 يا نغم، هفضلك. بص يا سيدي، والله أول ما شفت الرسمات خفت. أول إيه؟ لا لا لا، ما تخافيش ما تخافيش ولا أي حاجة، بس المرة اللي حطيته فين؟ بص يا سيدي، عم بس الريكورد. طيب تعالي بقى دلوقتي بيقول لك ايه؟ equality of areas of two parallelograms. بص، هو الفكره بيقول لك ايه؟ ان احنا عندنا لو two parallelograms ممكن، على فكره انا كنت مع الفيلم اللي بعدها، اللي بعدها ايه؟ ماشي. طيب هو فاهمك القصه ماشيه ازاي؟ هو بيقول لك ان انت لو انت عندك تو باراليلوجرامز كده، ادي باراليلوجرام اسمه مثلا A B C D. طيب وفي باراليلوجرام تاني هاف ذا سيم بيز، يعني هاف ذا سيم بيز ازاي؟ يعني عامل كده شايف البيز اللي هي دي سي ده، قمنا جايين راسمين عليها باراليلوجرام تاني كده وليكن اسمه ايه؟ وليكن اسمه مثلا دي سي ام ام مثلا. بيقول لك لو التو باراليلوجرامز دول بتوين تو بارالل سايدز، يعني لو تخيلنا احنا ان في ايه؟ ان في سايد كده بارالل كده اهو، سايد تاني بارلل كده، يعني كل التو بارلوجرامز بتوين تو بارلل سايدز اند ذي هاف ذا سيم بيز. سيم بيز اللي هي مين؟ اللي هي البيز اللي انت شايفها تحت اللي هي الدي سي، يعني يكونوا لهم نفس البيز اللي تحت دي، وفي نفس الوقت هما بتوين تو بارلل ستريت لاينز. في الحاله دي بيقول تو بارلوجرامز ار ايكوال ان اريا.
ايكوال ان اريا، مش ايكوال ان ميجر بقى، ايكوال ان اريا. يعني لو الاريا بتاع الباريلوجرام ده مثلا 50 سنتيمتر سكوير، تلاقي الاريا بتاع الباريلوجرام ده 50 سنتيمتر سكوير. بس دي اول فكره في الموضوع ده. يبقى هم ايه، لازم يكونوا بيحققوا حاجتين، ان هم في باريلوجرامز بيحققوا حاجتين. يكون اول حاجه هاف ذا سيم بيس، دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هما الاثنين between two parallel straight lines. Lines. لو حققوا الشرطين دول هيبقوا two parallelograms، بيكتبوها زي بقى، بيكتبوا area كده، يعني اكتب لك الاريا ممكن اختصارها باسمه كده. الاريا في البارلوجرام الاولاني اللي هو اسمه اي بي سي دي، اللي هو النقط اهو خليها بس هو الاحمر ده، اريا اوف بارلوجرام اي بي سي دي ايكوال الاريا بتاع البارلوجرام الثاني اللي هو ده، اللي هو مثلا طلع نحط النقطة هيكونوا ايكوال ان اريا. الثاني ده اسمه ايه؟ اسمه ان ام دي سي، نقرا كده ان ام سي دي. ان ام سي دي يكونوا ورا بعض. انت خدت بالك انا من القصه ماشيه ازاي؟ يعني لو تو باراليلوجرامز بتوين تو بارالل سايدز، بارالل سايدز اللي انت شايفها اللي هو اللاين ده واللاين ده، في نفس الوقت هم they have the same base، يعني نفس البيز بتاعتهم واحده، يعني عندهم السايد اللي تحت ده لو انت واخد بالك اهو، يعني لو شلت لك انا بقيت ده كده هيبان معاك اهو كده، نفس البيز بتاعتهم واحده، يعني السي دي دي بمعنى صح تحس انه مشترك ما بينهم، حتى تلاقيه طالع في اسمهم متكرر سي دي سي دي. يبقى في الحاله دي هم ايكوال ان اريا. سهله ولا صعبه؟ لا سهل. بس عشان ما حصلتيش رعب من الموضوع، الموضوع سهل وبسيط يعني. صورت بس كده. طيب. فلو جينا بقى بصينا على طول في الاكسرسايز اللي عندك اللي هو في المعاصر. بتاعي عندك بيج 70. ليه اول حاجه لما بتكتب اكسرسايز 1 ده؟ بكتب لك اكسرسايز 1. هتشوف الكومبليت بتاعه عشان نفهم ايه اللي بيحصل. أول حاجة بيقول لي surfaces of two parallelograms with common base and between two parallel straight lines، زي ما شفتي كانوا between two parallel straight lines، وإيه؟ قال لك they have a common base زي ما أنت شايف، ماشي؟ اسمها common base lines one carrying this base or نقط، يعني two parallelograms دول هيبقى or نقط، هنقول equal in area. يعني أول حاجة أقول إيه؟ أقول إن هما، هو بيسألني لو هما التو باراليلوجرامز صفحة كام؟ نعم؟ What's the page؟ صفحة كام؟ بيج 70 في اللي انا بعته لك. ايه اللي هي surface of two parallelogram. ايوه. بيقول لك ان هما لو هما between two parallel sides. Okay، ممكن حضرتك تكتب الإجابة على السبورة؟ اه ما انا هكتبها. لو هما between two parallel sides and we have the common base زي ما قلنا، يبقى الانسر بتاعتي تبقى ايه؟ in area. ده complete بتاعنا ده question 1. بعتها ودي number 1. question 1 number 1. يبقى equal in area. number 2 يقول لي ايه؟ the parallelogram نقط and نقط with common base and between two parallel straight lines are equal. with common base and between two برضه and ممكن نقول and another parallelogram، يعني parallelogram هو وكمان parallelogram with common base، ممكن نقول بقى ايه and another. هو نفس السؤال يعني بس بطريقه ملتويه، يعني and another parallelogram، يعني لو parallelogram بتاعنا and another parallelogram كان هما الاثنين between ايه two parallel straight lines are equal in area، طالما عندهم كومن بيز، ما احنا اتفقنا طالما عندهم كومن بيز وطالما هم بتوين تو بارلل لاينز فخلاص هم ايكوال ان اريا. طب
The area of the parallelogram. بص بقى الحته دي مهمه قوي. الاريا بتاع البارالوجرام بيجيبوها ازاي؟ البارالوجرام عامل كده. لو اعتبرنا ان ده بيز يبقى الهايت بتاعه عامل كده. تمام؟ الهايت بتاعه عامل كده. فيقوم يقول لك الاريا بتاعته، الاريا بتاع البارالوجرام او رمز البارالوجرام المفروض الهايت بيز تايمز هايت. الهايبوتنس تبقى اللي هي العصاية احنا دي بالنسبه لها الواقفة هايت دي. هايت يبقى بيز تايمز هايت. بس البي هنا معناها بيز، الاتش هنا معناها هايت. طيب طب معنى كده ايه؟ طب معنى فاكرين حته بيز تايمز هايت دي كنا بناخدها في التراينجل. قال لك التراينجل بيبقى هاف بيز تايمز هايت. بصي التراينجل الاريا هناخدها بعد كده. التراينجل ايكوال هاف بيز تايمز هايت. التراينجل عامل كده. عندي دي بيز برضو وده هايت دلوقتي عليها ده. يبقى هاف بيز تايمز هايت يعني دي البيز بتاعته وده الهايت. قال لك طب ما هو نفهم من كده بقى ان لو جالنا باراليلوجرام مع تراينجل، لو جالنا باراليلوجرام مع تراينجل، التراينجل هيبقى نص. بس بصي الاريا بتاع التراينجل هاف بيز تايمز هايت، الاريا بتاع الباراليلوجرام بيز تايمز هايت. فمعنى كده لو انا هناخد بعد كده بقى في الكورولاريز ان احنا لو عندنا باراليلوجرام كده وجي تراينجل بص على نفس البيز اللي تحت دي يعني اي بي سي دي، لو جينا على السي دي كده قمنا راسمين تراينجل كده بص يعني هما الاثنين هاف ذا كومن بيز اللي هي البي سي دي سي، في الحاله دي هتلاقي التراينجل ده نص الاريا بتاع الباراليلوجرام. يعني يعني لو الباراليلوجرام الاريا بتاعته كلها 100 هتلاقي الاريا بتاع التراينجل ده 50. انت معايا يا نغم؟ ايه معاك؟ لان الرول ايه بتقول؟ بتقول الباريلوجرام بيبقى بيس تايمز هايت والتراينجل هاف بيس تايمز هايت. يبقى كده اكيد اكيد الباريلوجرام نص مين؟ نص ال از التراينجل نص الباريلوجرام نص الباريلوجرام. تمام؟ تصور دي بس كده. فانا طبعا المطلوب مني انا عملت الكومبليت اهو، لكن دي حته نقدر نعتبر دي زي نوت يعني. دي زي نوت. ان الاريا اوف تراينجل هاف بيس تايمز هايت. لكن الاريا بتاع الباراليلوجرام الباراليلوجرام هتبقى بيس تايمز هايت على طول، مفيش هاف مفيش هاف. طيب تمام. طيب بص يا ستي لو جينا في اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان ال the areas of the parallelogram with bases equal in lengths and the line on a straight line. خدي بالك with bases equal in lengths and the lines on a straight line while the opposite sides to these bases are on another straight line or not. هتبقى ار ايكوال. ايه معنى الكلام ده؟ هو عايز يقول لك ايه؟ ان احنا لو عندنا كده بصي ده نمبر 4 دي عايز يقول لك ان انا احنا اتفقنا ان انا ممكن يكون عندي بارلل سايد كده لده ونيجي من هنا مثلا وليكن من البيس سي دي دي ماشي سي دي في بارلوجرام طلع كده اسمه مثلا اي او اهو اي بي سي دي الكومن بيز عندنا اللي هي سي دي الصوره دي ماشي قمت راسم منها بارلوجرام تاني كده كده وكده اسمه مثلا سي دي زي ما اتفقنا ام ال. التو باراليلوجرام دول طالما التو لاينز دول اللي هو اللاين ده واللاين ده بارالل وهم ذي هاف التو باراليلوجرامز يعني الاسود ده والاخضر ده طالما they have the common base يبقى لازم يكونوا equal in area. طب الشكل الثاني بقى ان هم ممكن ايه؟ ممكن الباراليلوجرام يبعدوا عن بعض، يبعدوا عن بعض ازاي؟ بص كده يعني two parallel lines اهو برضه وده كده واللاين الثاني كده
بص بقى، البارلوجرام الاولاني هو هيبقى اسمه مثلا اي بي سي دي، هيبقى طالع كده. هنقول مثلا اي بي سي دي ماشي، والبارلوجرام الثاني هيبقى بعيد عنه، يعني بيس ثانيه خالص، بيس ثانيه خالص، وليكن اسمها اكس واي. بالك بقى يعني اكس واي مثلا زد ال. طب ما كده التو باريلوجرامز بعدوا عن بعض، يعني ده الاسود اهو خلاص، وده الايه الاخضر اهو. طب هل هما كده هيبقوا ايكوال ان اريا؟ قال لك اه، ممكن يكونوا ايكوال ان اريا بس في حاله واحده بس، في حاله واحده بس، لو التو بيزز دول ار ايكوال، يعني البيز اللي هي سي دي بي تلاقيها كل البيز اللي هي اكس 1 هي، يبقى هم لو مرسومين على بيز واحده يعني they have the common base، فهم ايه؟ فهم ايكوال ان اريا. وفي نفس الوقت برضو لو هم بعاد عن بعض بس have equal bases، فهم برضو هيبقوا ايكوال ان اريا. معايا؟ فمعنى كده النمبر 4 دي الكومبليت بتاعتها هتبقى ايه؟ اقول ان هم هو بديل المساله بيقول لي ذا تو ارياز اوف تو باريلوجرامز تا حاجات كتير كده، يبقى هيبقوا مالهم ايكوال ان اريا. بس هو بيتكلمني عن الكيس دي، ان هما تو باريلوجرامز وذي هاف ايكوال بيزس، وهم برضو بتوين تو بارالل لاينز، ادي البارالل لاينز، فهم برضو في الحاله دي نفس القصه برضو هيبقوا ايكوال ان اريا. معايا ملك ولا معايا نغم ولا صعبه؟ نغم انا اسف، معايا ولا صعبه؟ تعالي نشوف اللي بعدها. كويشن نمبر 2، لا سهل. طيب كويشن نمبر 2 بيقول لي ايه بقى؟ كويشن نمبر 2 بيديني فيه شويه حاجات كده وعايزني ايه اكمل. طيب هو مديني باريلوجرام كده عامل كده، وبعدين قام عامل لي هايت من هنا خلاص، قال لي ده السؤالات باريل ده اه دي البيت. طب رجع قام عامل لي ازاي؟ اعتبر ان دي البيز، يعني هو بيسميه ايه؟ بيسميه ايه؟ اي سي دي. ايه ده؟ يعني الباريلوجرام ممكن يبقى له تو هايتس، او ممكن يبقى له تو هايتس. لو اعتبرنا ان البي سي ده، البي سي ده هو البيز، هيبقى الاي، هيبقى الاي اي هو الهايت. طب في ناس ثانيه يقول لك ايه؟ ده هيبقى هايت قصير كده، يعني ده يعتبر هنا الهايت، دي البيز. ناس تانية يقول لك لا، انا ممكن اعتبر ان القصير ده هو البيز، اعتبر ان ده هو البيز، وبناء عليه يبقى ايه اللي حصل؟ يعني لو ده البيز الهايت هيقوم نازل عليه من هنا، يبقى ده الهايت. يبقى معنى كده ان الباريلوجرام ممكن يكون له، لو خدنا دي البيز دي يبقى ده الهايت اللي نازل عليه، لو خدنا ان دي البيز يبقى ده الهايت اللي نازل عليه. تمام؟ طيب انت بتقول لي دلوقتي ان الاريا بيز تايمز هايت، هل معنى كده ان لو خدته باي بيز وهايت تمشي؟ اه. يعني هقول لك على حاجه، انت ممكن تلاقي البيز دي طويله تلاقيها 8، تلاقي 8 مثلا، والهايت ده تلاقيه 3 قصير، تقومي تيجي تجيب الاريا، الاريا المفروض بيز تايمز هايت يعني 8 تايمز 3 يطلع 24. تيجي تبص بقى على دي برضه تلاقي البيز دي قصيره شويه، ممكن تلاقيها 6 بس الهايت ده فوق، كان هايت اب، بحيث اما انت تعملي الاريا من دول برضو هتطلع برضو 6 تايمز 4 ايكوال 24 برضو. يعني سواء انا ممكن اجيب الاريا بتاعته ممكن من البيز دي والهايت ده، وممكن من البيز دي والهايت ده، وهتطلع نفس الاريا. معايا يا نغم؟ تمام. فالحركه دي ساعتها هو بيجيبها في مساله، يقوم قايل لي ايه؟ يديني البيز دي 8 والهايت 3، ويجي هنا يقوم منقص لي الهايت، ويقول لي هات لي انت بقى الهايت ده اللي هو اسمه ايه؟ اي اي او نسميه اي اف ده. يجي يقول لي طب هات لي انت بقى الاي اف ده بكام؟ هو ما لاقي انه بسيط، مش انا عندي دلوقتي الاريا ممكن اعمل ديستانس هات، يعني اعمل 8 تايم 3 تطلع 24. انت دلوقتي بقى عايز تجيب الايه؟ عايز تجيب الهايت الثاني ده، انا مش عارف اللي هو ده اللي اسمه اي اف. انا ممكن اعمل كده، انا ممكن اجيب الاريا من هنا، المفروض ان انا لما اعمل 6 تايمز الاي اف ده اللي هو الهايت الجديد،
المفروض الانسر برضو تطلع 24، مش هي نفس القصه يعني؟ يعني المفروض لما اعمل ده تايمز ده تطلع الاجابه برضو 24، يبقى اكيد الاف الاي اف ده كان بكام؟ كان ب 4. او لو ما انا مش عارفها نحل لازم الجبر نودي ال 6 دي بالديفايدد، يبقى الاي اف هتبقى هنودي طب الديفايدد 24 ديفايدد 6 يطلع كام؟ المهم ان انا لما اعمل 8 تايم 3 تطلع 24. طب هنا اعمل 6 كان بيقول لي 6 تايمز كام؟ يديك برضه نفس ال 24. انت فاهم يا لغه مقصودي ولا مش فاهم؟ ايه يعني البارلوجرامز عايزه انك تحسبيه من البيز دي واللايت ده، هي لما تحسبيه من البيز ده واللايت ده بيطلع نفس الانسر، بيطلعوا نفس الانسر. طيب هرجع بقى للسؤال بتاعنا اشوف هو كان بيسال عن ايه. بيقول لي determine the base and corresponding altitude. altitude يعني height، كلمه altitude برضو معناها height، خلي بالك. فهنا بيقول لي حدد لي البيز والالتيتيود، او البيز اسمها بي سي والالتيتيود اسمه اي. البيز اسمها دي سي والالتيتيود اسمه اي اف. بس يعني لو جينا نجاوب على السؤال اللي هو طالبه، هو كان بيسال بيقول ايه؟ بيقول قول لي البيز وقول لي الالتيتيود. البيز كان ايه؟ البيز كان بي سي. يعني الانسر هقول له ان البيز بي سي والالتيتيود اي اي. الالتيتيود اي اي. ماشي. فهو هنا كانت الانسر بتاعتي ايه؟ بيسالني البيز ايه؟ هقول له البيز بي سي والهايت او الالتيتيود ايه ايه؟ بس طبعا ما يجيش سؤال زي ده يسالني زي كده في الامتحان يعني. هي يسال دي ايه هي البيز والهايت؟ لا طبعا. هو ممكن يجيب لي سؤال زي ده. يديني طول ده وطول ده ويقول لي هات لي انت طول ده. فايند اي اف. فنحسب الاريا عامة. صورها بس. انا احسب الاريا عامة وبعدين ابتدي ايه؟ انا مش عارف انا بعت لك الصور بتاعت المحاضره الاولى اللي بتاع النهارده. انا نعم شو بعت لك الصوره بتاع المحاضره الاولى اللي في الامتحان بتاع المحاضره بتاع ما عم بسمع شيء. لا بقول لك بعت لك الصور بتاع المحاضره بتاع النهارده الاولى اللي احنا خدناها الصبح. ما بتذكر يمكن ايه. Gracias.